القضايا والمشاكل اللي لابد من وقت التاني لازم نضوي عليها وهي من أخطر المشاكل الاجتماعية، التحرش الجنسي بالأطفال. ودائما في العشية نضوي على المشكلة هذه ونحكوا عليها مفصلا، وشن ممكن نتصرف وكيف ممكن ندير وكيف ممكن نحدوا منها في مجتمعاتنا. القضية اللي صارت مؤخرا للطفلة المصرية أثارت الرأي العام من جديد ورجعتها للصورة وحكينا عليها في العشية. فاليوم حابين نحكوا على ليبيا والمشكلة اللي موجودة في كل دول العالم مش بس في ليبيا، ولكن زي ما قلت قبل شوية لازم من وقت للتاني نضوي على الموضوع كنوع من التوعية وأيضا التثقيف للأسرة وللأطفال. وللتذكير عمار، بهذا الفيديو اللي تشاهدوا فيه طبعا حاولنا نخفو هوية الطفلة وهوية أيضا المتحرش اللي تم القبض عليه. نذكرون بأن انتشر هذا المقطع لشاب في عقده الثالث يتحرش بطفلة ما تتعداش السبع سنوات من خلال كاميرا مراقبة في مدخل إحدى العمارات المعادي. لحسن حظ الطفلة تدخل سيدة شجاعة تسكن في نفس البناية لتهرب الطفلة رعبا ويلحقها المتحرش جبنا عندما يكتشف وجود كاميرات، لتقوم نفس السيدة بنشر المقطع على الفيسبوك مطالبة بالقبض على هذا المجرم، وبالفعل تم القبض عليه من قبل الجهات المصرية في الثانية صباحا من يوم 9 مارس، يعني من 4 أيام تقريبا عمار. بالفعل، وكنت نقرأ قبل شوية محمد على نفس القضية هذه، أو بس نعطوهم بريف شن صار فيها، إن الشخص هذا شيء بس روحه في بيت صديق لي، والصديق شاف الفيديو ويعرف إن صديقه ملاحق وأنه هو تحرش بالطفلة، ولكن غطى عليه ودسه في حوشه، فهذا الشخص أيضا تم حبسه وحولوه للمحكمة وحيتم مقاضاته أيضا لأنه هو تستر على جريمة بشعة زي هذه. مظبوط عمار، ولأن زي ما قلنا هي قضية ما تمسش دولة يعني دولة معينة، تمس كل الدول وخاصة دول المنطقة وليبيا بالتحديد. لهذا حينضم لنا ناشط في مجال التعريف عن حقوق الطفل وأيضا حمايتهم من العنف والاستغلال، الأستاذ سامي أجويري. مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير أستاذ عمار، شكرا لكم للاستضافة. أنا اسمي للتصحيح اسمي سامي الجوادي. الجوادي، عفوا. مرحبا بك سامي، آسف على النطق. كنت طبعا احنا سبق وان خرجت على شاشتكم الموقرة معكم مع أستاذ عمار. مظبوط، وتكلمنا عن الموضوع، وهناك لي العديد من الحلقات حقيقة عبر قناتكم قناة 218 اللي تعريف عن حقوق الطفل وحماية الطفل من العنف والاستغلال. حضرتكم أشرتم للفيديو طفلة المعادي. هذه الحادثة التي حدثت في مصر منذ أسبوع مضى هزت يعني الشارع المصري وأصبحت قضية رأي عام في الشارع المصري وهزت كل الشعوب أو الدول الجوار. أنا للأسف أريد أن أقول أن هناك آلاف من الضحايا من الفتيات أو من الأطفال الأولاد يعني بشكل يومي تقريبا في مجتمعاتنا، لكن لم يقع أحد يعني هذه يعني مثل ما وقع هذا المتحرش المعادي عندما تم تصويره عن طريق إحدى السيدات وهي مشكورة جدا لتصويره والكشف عن هويته، حتى لما بانت صورة، لأن نحن كجمعيات أو منظمات أو نشطاء في مجال حماية والتعريف عن حقوق الطفل نطالب بكشف هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الأفعال ضد الأطفال لكي يكون عبرة لغيره، وكذلك يعني وكذلك لكي يعرف من هو، لكي يتكرر مع أطفال آخرين هذا الفعل. احنا يعني من خلال عملي في 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 مجال حماية الأطفال من التحرش الجنسي لقينا الكثير من الصعوبات، لقينا الكثير من اللي رحبوا واللي ناقشوا معنا الموضوع، يعني الموضوع هذا كان من التابوهات وكان صعب الحديث فيه، لكن اليوم الناس تقتنع وتشوف وسائل التواصل الاجتماعي في كل البيوت ويقدر كل واحد يشوف الجريمة. سيد سامي حنكمل معاك الحوار بالتفصيل، ولكن خلينا نشوف تقرير على جمعية نور الحياة وبعدها نرجع نكمل معاك باقي هذا الحوار الشيق. في ظل وجود حالات عديدة من التحرش الجنسي اتجاه الأطفال في العالم والمنطقة وأيضا في ليبيا، اتجهت العديد من المؤسسات والمنظمات للتوعية بخصوص هذه القضية المهمة، ومن ضمنهم منظمة نور الحياة لرعاية الطفل في ليبيا. وقف على سليمة وسليم
واحد غريب ما يعرفوا شي قال لهم نعرف بيتكم ونعرف بوكم وأمكم، تعالوا نوصلكم. سليم وسليمة هربوا وعيطوا بصوت عالي وقالوا لا لا وخبروا فيه الناس. العديد من القضايا اللي تناقشها المنظمة من ضمنها التحرش، العنف، وأيضا قضايا جديدة تواكب العصر كطرق الوقاية من انتقال فيروس كورونا بين الأطفال. تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد بدون ما تعقم يديك. الكثير من الأشخاص يتفادوا الحديث عن قضايا التحرش بعذر هذه المواضيع محرجة للطفل والأسرة، لكن منظمة نور الحياة خدت خطوات حقيقية ومهمة للتوعية وتوضيح أن هذه المواضيع يجب ترسيخها لدى الأطفال وعائلاتهم حتى لا يحدث تكرارها في المجتمع الليبي. نرجع مرة ثانية للأستاذ سامي الجوادي مرة جديدة باش نحكو بتوسع أكثر عن الموضوع. يعني موضوع الطفلة اللي ظهرت في المعادي أو في الكاميرات المراقبة يفتح الباب زي ما قلت مش بس في مصر، يفتح الباب أيضا في ليبيا. بس أنا سؤالي ليك هالمرة، يعني نذكر في نهاية التقرير بأن بعض العائلات يعتقدوا بأن الحديث مع الأطفال عن التحرش الجنسي هو شيء مربك وشيء محرج للطفل، وممكن بين قوسين يقول يفتح عينه بكري عن الموضوع. فشن تعليقك يعني عن هذا الموضوع؟ فعلا هو من بداية انطلاق حملة حماية الأطفال من التحرش الجنسي، لا في هناك رضا كبير حقيقة عند الأغلبية في أن احنا نفهموا في أطفالهم على مواضيع هم ما يقدروش يناقشوها معاهم أو يستحوا، بالرغم أن هو الموضوع ما فيش أو أي شيء يعني يخلي الواحد يستحي، يعني سواء كان الدين أو الثقافة العامة نقدروا يستخدموا مصطلحات كويسة أن نوعوا فيها الأطفال كيف يحموا نفسهم من التحرش. هي بسيطة بس تقول لي شخص طفل صغير أنك عندك أماكن خاصة مفروض تغطيها كويس، مش مفروض من حد يشوفها أو يلمسها، لو حد حاول يشوف الأماكن هذه أو يلمسها تجري وتعيط بصوت عالي وتقول يعني وتخبر أي حد قريب تقول لا بصوت عالي. أن نحن بالطفل إن اللي بيدروا الحاجات هذه هذا الإنسان ناس جبناء، وهذا لو يمسكوهم هم يدروا لطفل أي شيء من يعني من الأشياء هذه حياخذوه ويرفعوه للسجن ومش حتشوفوه إلا لما تكبروا. لكن في بعض العائلات للأسف هم شافوا إن الموضوع هذا لا وهذا بدري ويفتح عيون الصغار على مواضيع هم ما يبغونش يعرفوها، وكيف انتم تناقشوا معهم المواضيع هذه. عنوان الكتاب شويه بالنسبه لهم هم قوي نوعا ما، لا تلمسني جسمي ملكي انا نحن لا نرى فيه اي عيب او خطا، بالعكس صحيح. استشرنا مجموعه من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وقبل كتابه هذا العنوان، واخذنا يعني موافقه اداره المطبوعات من وزاره الثقافه، ويعني لكن يوجد يعني اناس ترفض ان احنا انواع اطفالهم لان شوف فيها في عيون، وهذا مش غير صحيح لان حتى الدين يحط ان نعلم الاطفال هم عمرهم صغير عشان نحموهم من هذه المشاكل اللي وقعوا. طيب سيد سامي، هل في ارقام او احصائيات اليوم في ليبيا على الاطفال المتعرضين للتحرش الجنسي؟ للاسف لا توجد، ما زال الموضوع هذا يعتبر من التابوهات. من الصعب انك لما تمشي للاماكن اللي تبي تاخذ منها تقارير او تبي تسالهم على القضايا، مثلا سواء كانت اطفال تعرضوا للاغتصاب وتحولوا لمستشفيات في موضوع السريه، في موضوع الاشياء اللي لها علاقه بالسريه المطلقه، ان هو يخافوا ان تطلع الاسامي، احنا نقول لهم نبغى ارقام، يقول لك حتى الارقام لا، ممكن هذه تشوه البلاد او تشوه الدوله في اللي يعتبر فيها هكي. لأن حساس جدا، ولكن احنا من خلال شراكتنا مع وزاره التعليم، وهنا نبي نشكر اداره الخدمه الاجتماعيه والصحه المدرسيه منذ استحداثها في وزاره التعليم، يعني وقعنا على اتفاقيه شراكه مع هذه الاداره، وكانت الاستاذه او الدكتوره فوزيه ابو بشير على راسها، وجه لها تحيه، تبنت حقيقه هذا المشروع وهي مقتنعه به، لأنها كانت لها أكثر من 30 سنة تقريباً في مجال الخدمة الاجتماعية، وشافت أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة كبيرة وحاولت أنها تعالج العديد من القضايا
في هذا الموضوع من أكثر من 30 عام، لكن لما شافت الكتيبات وشافت الفيديوهات اللي أنتجناها وشافت المطويات رحبت بشكل كبير وفتحت لنا طريق أن إحنا يعني نمشي للعديد من المدارس في العديد من المدن الليبية. درنا في طرابلس، في زوارة، في كذلك في مصراتة، ووفقنا ربي أن إحنا نمشي لجدابية، وكذلك درنا نوصل مجموعة من الكتب للقطرون. أغلب الأهالي يعني يعني كانوا سعداء جدا، وصلوا بهم، كان في تقييم رائع جدا من يعني أن الأهالي كانوا موافقين. لكن للأسف يعني خلينا نترك لبعض النشطاء ونستغل الفرصة هنا، يعني خدنا النشطاء لما كانوا حققنا المرة اللي فاتت معك أستاذ محمد ومع أستاذ عمار، وللأسف أن أحدهم فاعلين وأحدهم من النشطاء ممثل أو مانيش عارف أو كاتب وناشط اليوم الصفات صعبة ومتعددة للعديد من الشخصيات الليبية، انتقد الموضوع بشدة وقال شن الموضوع اللي فاتحين لنا ما نبيش نذكر اسمه طبعا هنايا، وهذا جد شخصية يعني لها تأثير خصوصا عن المراهقين. كتب مواضيع انتقدت فيها هذه الحلقة بدون ما نشوف المشكلة الكبيرة، صح؟ يعني ونتمنى ان من كل المثقفين، من كل الأدباء، من كل النشطاء، من كل المعلمين والمعلمات، من كل الأهالي انهم يتكلموا في الموضوع هذا ويدعموا هالنوع من الحوارات، جد نوع هذا من المبادرات، ويتكلموا معهم، وحتى لو هم شافوا انه ممكن هذا يفتح عيون الصغار يشوفوا الاسلوب اللي تكلمت به هذه المنظمات مع الاطفال. احنا ما نقولوش كلمه تحرش جنسي للاطفال، كلمة هذه مستحيل نقولها. احنا نقول للاطفال ان عندكم اماكن خاصه مش من حق اي حد يشوفها، نقول لهم انها ضروري تلبس وتغطي كويس جسمك. احنا بنعلمهم ادبيات وسلوك، احنا بنعلمهم اخلاق، صح؟ احنا بنعلمهم مبادئ مش بنعلمهم اشياء اخرى، وهذا يقع في حمايته. يعني بكره ولا بعد بكره الطفل يجي بيحكي لك، انت مفروض تفرح ان الموضوع هذا يعني اعطى مناعه لطفلك من وقوع في ايدي المتحرشين. مظبوط محمد، المشكله هذه مشكله كبيره استاذ عمار. الاسابيع الماضيه للاسف لم يلتفت الاعلام برغم من وقوع حادثه شبيهه بل تكون اعنف للاسف او اشد وطأة على طفله في ليبيا في احدى صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي خاصه بمديريه امن الساحل الغربي، نزلت منشور على التحرش بطفله. لو تعطيني المجال اني اقرا جزء من هذا المنشور. اكيد تفضل. يعني بعنوان بتاريخ يوم 23 فبراير 2021 كاتبين جريمه ينذي لها الجبين بعد ورود بلاغ من احد المواطنين في مدينه جميل الى قسم البحث الجنائي السهل الغربي، مفاده تعرض ابنته الصغيره 9 سنوات لمحاوله اغتصاب اثناء عودتها من المدرسه. ورغم لجوئها للدخول داخل اسوار احد المساجد الا ان انعدام الانسانيه لدى الجاني دفعه للحاق بها داخل سور الجامع محاولا اغتصابها، وتم التحرش بها وعلى الفور وتنفيذا لتعليمات رئيس قسم البحث الجنائي بدا اعضاء البحث الجنائي التحري الى ان تم القبض على الجاني ذي الجنسيه ويبلغ من العمر 18 سنه. وبعد التحقيق معه اعترف بكل ما نسب اليه واتخذت الاجراءات القانونيه حياله. قسم الاعلام والتطبيق مديريه امن طبعا من خلالك نوجه لهم تحيه، ونوجه تحيه ايضا لشجاعه الوالد يعني انه يحكي عن هذا الموضوع ويمشي لنا. في بعض الناس للاسف عمار يعني وسامي يعني يخافوا يحكوا عن هذه المواضيع، وخاصه البنات اكثر من الاولاد، يعني يخافوا يحكوا عليه، فنوجه له تحيه بكل تاكيد. السيد سامي، انت قبل شويه ذكرت بان في تكتم وتستر على حتى من قبل الجهات الرسميه في الدوله الليبيه على الارقام وما الى ذلك. طيب المغتصبين او الاشخاص اللي تعرضوا اغتصبوا او التحرش الجنسي والتحرش بهم، تتم اعاده تاهيلهم بالطريقه الصحيحه وعلاجهم النفسي والجسدي، ولا حتى هو نفس الشيء يعني مهمل الموضوع؟ للأسف مهم الموضوع، لا توجد مراكز صحية خاصة بحماية الأطفال من التحرش الجنسي في ليبيا، خصوصا أن أغلب العائلات ما مش مقتنعة بطب النفس، وقالوا خايفين أن يمسكوا الموضوع هذا على أطفالهم أو أن أطفالهم ينعرفوا، أن مش عارفين أن في مبدأ سرية، ففي خوف كبير. هو من أحد الأشياء اللي إحنا نحثوا عليها، يعني الأهالي
او نحط عليها اي حد، ان في حاله تعرض الطفل للتحرش يجب تقديم الدعم النفسي اللازم ليساعده في التحسن والحد من انتشار السلبيه على المدى، تاثير السلبيه هذه على المدى الكبير على نفسيه الطفل. صح. في اللي شوي واعي ويمشي ويشوف ان الطفل تاثر، احنا قبل هذا كله رده فعل الاهالي ان ضروري ما يقتنعوا ويعرفوا ان طفلهم ضحيه، سواء كان ولد او بنت، على فكره التحرش الجنسي هو 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 ما خلينا نقول مفهوم اني هو قيام شخص بالغ او مراهق باستغلال طفل من اجل الحصول على او الوصول للاستتارة الجنسيه، سواء عن طريق الترغيب او الترهيب للطفل. امثله هذه الممارسات، اللمس والكشف على الاعضاء الحساسه، وفي يقول لك حتى بالنظر هو التحرش الجنسي. طبعا التحرش الجنسي بالاطفال هو يشكل عنف يعني ضد الاطفال، عنف ضد الاطفال بشكل انتهاك جسيم لحقوق الطفل، لكن برغم من هذا فهو للاسف واقع عالمي في كافه بلدان ويصير بكل الفئات. طيب مركز مختص لمعالجه الاطفال من هذه المشاكل هي توجد بالدوله، لكن لا يذهب اليها الاهالي. توجد مراكز خاصه قد يلجا لها البعض والاغلبيه لا يلجا لها. طيب طبعا الصور اللي قاعدين نشوفها فيها هي من حملات قمت بها من خلال العديد من المنظمات ومنهم منظمة نور الحياة الليبية، يعني حاولوا توعية الطلاب بمنشورات بكتب عمار تم تأليفها، وأيضا كتب ملونة باش توصل الصورة بطريقة بسيطة للأطفال. أنا سؤالي لك بالنسبة لي نشوف فيه مهم، مش عارف أنت سامي تشوفها مهم أو لا، دائما يتم تصوير صورة، وانا خشيت شفت فيديوهات للأطفال في دول عالمية وعربية، دائما يتم تصوير صورة المتحرش بصورة الصورة انه هو شخص بشع وشرير، وفي الحقيقة المتحرش ممكن يكون في اي صورة، ممكن يكون صح. في صورة شخص طبيعي شكله عادي، مش شرط يكون شخص احنا نقوله شكله مرعب او كبير في السن مرات. فانت تشوف هل وقعت بعض المنظمات في خطأ وصف هيئة وشكل المتحرش؟ فعلا هذا حقيقي أستاذ عمار، وقع العديد من النشطاء والمنظمات في هذا الخطأ الفادح. نحن للأسف نقيم الشخص بملبسه ومنظره وهندامه، ولعل فيديو المعادي يعني رأينا الشخص يلبس بدلة وهو متأنب. أنا كنت أب جدا عليه، لأنه يعني يبدو أنه يعني ليس في وعيه الكامل، لا أعلم لا أستطيع أن أعرف، لكن كل الناس تفاجأت من وقت شافت شكله، نظارات وبدلة وغرواطة وناجح في بولا، وكذلك بعدين عرفوا أنه هو عنده أسرة وعنده أطفال وعنده عائلة وعنده معاش. يعني البنت هذه، الفتاة الصغيرة هذه، لا توجد لديها مفاتن معينة لكي تغريه، هو لا يحتاج المال، هو متجوز، يوجد من يلبي له هذه الرغبات جميعا، هو متعلم، هو مبسوط الحال، يعني عنده فلوس، يعني هذه اللي كل الناس استغربت فيها. لكنني بنبه هنا ان المتحرش ما ليش شكل معين، وهو شخص معين، ممكن يكون مرأة مش حتى رجل. شكرا استاذ عمار، المتحرش مهم جدا، ممكن يكون مرأة ممكن يكون رجل، التحرش ممكن يصير لطفل ولد او بنت، ما فيش فرق نهائيا. المتحرش ممكن يكون عم، ممكن يكون خال، ممكن يكون اب، ممكن يكون شيخ، وهذه حدثت اكثر من مره. صح. ممكن يكون يعني ممكن يكون عمة او خالة، ممكن يكون شخص ناجح، ممكن يكون الجار، ممكن يكون النواب، ممكن يكون اي شخص، المدربين في الـ في الـ في, الـ في الانديه، هذول كلهم ممكن يكونوا متحرشين. احنا ضروري جدا 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 ننبهوا اطفالنا بطريقه، طبعا ما تخلوش الطفل، يعني تو لما نتكلم ننبه الاهالي مش ننبه الاطفال، يعني نبي نكلم الاهالي ونقول لهم لما تجي مع طفلك تكلم معاه بطريقه ما تخوفش ونقول له ان المكان هذا عيب وهذا غلط، لا، هي مين خلقها لنا ربي الأماكن هذه، ولا بس إن هي أماكن مهمة، أماكن خاصة، مظبوط، حق أي حد يدخل. لو في حالة طفلك تعرض لشيء هذا أو تعرض للتحرش وجاي يحكي معك،
ضروري ما تكون رد فعلك جدا يعني بسيطه، ما تخوفش الطفل. اكيد احنا بنقدر مشاعرك في هذيك الفتره انك ممكن ما تسيطرش بالقرب. لو بتبكي انت كأب، لو بتبكي انت كأم، ادخلي للغرفه وابكي بروحك وازعلي بروحك، امسكي في يد طفلك وبري معاه من الجهات المختصه، واجه المتحرش بقوه، وابنك حيكون مبسوط وسعيد مهما كانت درجه غرابه الشخص فيك. جميل. او منك ايه طبعا جدا عليك. ممتاز، ووصلت الصورة. نشكرك أستاذ سامي جوادي، ناشط في مجال التعريف في حقوق الطفل وحمايتهم من العنف والاستغلال. شكرا على كل المعلومات المفيدة اللي قدمتها لنا، تحياتنا. شكرا لك. أكيد دائما حكونوا متابعين مع حضرتك ومع الأشخاص الثانيين اللي مهتمين بهذه المشكلة الكبيرة اللي قاعدة تواجه كل المجتمعات، مش نقول احنا في ليبيا بس، كل العالم موجودة وتتفاوت طبعا وبحسب درجة الوعي وكيفية التصرف والتعامل معه. يعني نقاط جدا مهمة قالهم، وزي ما حكيت أنا في الحلقة في حلقتين سابقات قلت إن ما تخوفوش أطفالكم لما يتعرضوا لشيء زي هذا، زي ما حكي الأستاذ، ما تخوفهمش من الموضوع، علموهم الصح والغلط وخلوهم يجوا يحكوا لكم بأريحية باش ما يخافوش وما يعيشش الألم هذا في دخلهم لسنوات وسنوات ويأثر على مستقبلهم وحياتهم. مظبوط عمارو، لأن حكينا عن العالم والدول الأخرى اللي تعاني من نفس هذه الآفة. خلونا نتوجه نشوفوا بعض المعلومات والإحصائيات حول نسب التحرش ومعلومات عن التحرش بالأطفال في العالم. هيك يكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، موضوعنا كان جدا مهم، نتمنى يكون أعجبكم الجميع وأيضا وصلت المعلومة والفائدة. حتلاقوا معكم غدوة في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. يعني حنقول حاجة أخيرة في الموضوع قبل ما نختم عمار، الكاميرات، احنا شفنا الفيديو فيه كاميرا، جميل جدا نشوفوا أن كاميرات موجودة في المدارس في الحياش وفي أي مكان نعتقدوا أنه يصير فيه تحرش، فنتمنى يكون موجود باش المجرم يتم القبض عليه. صحيح. مين اللي نقولكم تيم سيوين، حنتلاقوا أكيد غدوة. إلى اللقاء. We'll be right back.